اخترت الوالد، عندك فكره عنها؟ صار مختار ولا هذا في عمر؟ سمعت والدتك انا كنت احتاج شغلات، انا اختمها من ابو حيدر نختمها، انه كان مختار عن اللاجئين. مختار مسلمين. مختار عن اللاجئين يعني. مختار رام الله والقضاء. المكتب مختار المسلمين قضاء من قضاء له مختار. كان بس انا بعرف لما بدي يكون شغله اروح اختمها منه. طب يعني انا بس على اي اساس انتخب او عين من مختار؟ هو زي ما تقول جمع توقيع استدعاء. بالظبط. جمعت وقيع راح لفها اصحابه كذا كل واحد انه بدنا يكونوا بدهم كانوا مختار، جيبونا يا جماعه مين بده يصير مختار؟ مين بترشحوا؟ احنا عملنا معطله وكذا ولا يوجد احد من يمثلنا وبدنا فلان الثاني يمثلنا. واحد يمثلنا فجاب كل التوقيع القسيه وهال بالظبط. وابوك الله يرحمه كان على علاقات جيده مع كل الناس، مش بس كفر عامه، بعض عنه غير كفر عامه. انا بعرف ان الناس كلها هي تبي ما عنده كلها الطابع والناس ما عنده بحيره. والله كانك انت يعني كان ما فرضوش يعني ايه كانت جيده جدا ممتاز ولا يعني من الناس اللي محبوبه مع انه بينك وبينه وبين 10 سنين اكثر اكثر من 10 سنين. لا لا انا جيل محمود مش جيله. نعم حيطه من البلد كبير ما شاء الله. بس هو نفسيته شباب يعني شباب مش يعني عنده فرق ولا ببين الوالد عمره ما بين سنه كبير. ضعيف شخصيته ضعيفة ومالحة. مالحة جدا. ولا كان دائما محبوب يعني. كثير محبوب يعني. الله كل الناس كانت تحبه. الشيخ دياب كان يحبه والناس تحبه. والطالب والناس لازم ما يلعن بحبه. من كثر ما لسانه صايب. وعنده ابدا هسه خان يحطها في ريق الشاي ويعمل الشاي عنده. كل شيء عنده. يعني انا اكثر واحد عشت بين الشباب يعني مع الوالد. ففي الشيء المناسب يعني ما كان يهمه يعني مناسبه كاهالي بلد مثلا في جبل زور في ريحه عقبه جبل رام الله الا يكون يحضرها في زواج في حاله مطلوب من القدام اللي بيعرف العادات والتقاليد كويس وكان يقوم فيها مش من الشباب تاعون اليوم اللي بيهموش الشغلات كلها. لا متمكن مع يعني في ذاك الوقت كان صعوبة التنقل يعني ما كانوا عندهم سيارة ولا لا لا إلا مواصلات صح بس ما كانش يهمه أبدا. الوالد ما كان يهمه لأنه بعث الأصول مش زي ولاد اليوم. لا اليوم بغطش واحد بشبوك. لا كان الله يرحمه ممتاز كثير كثير يعني. يعني إذا من الشخصيات اللي بدها تنذكر في الكتاب يعني إن شاء الله ربنا يجيب الفيلم.